السلام عليكم. أعرف أنه كثير منا يعرف وش صار في السودان كعناوين أخبار، ولكن مهم جدا أن نعرف كثير من التفاصيل وحجم هذه الكارثة الطبيعية اللي وصل فيها منسوب الفيضان إلى مستوى ما وصل في السودان من 100 عام. واللي لازم تعرفه أنه هذه كارثة طبيعية ليست فقط هذه السنة، بل كل سنة تتكرر على أخواننا وشقائنا في السودان. وهذه الكارثة بالغالب لما تجي ما تمر بسلام، بل أنها تتسبب في فقدان كثير من الأنفس والممتلكات، وتشرد الكثير من العوائل، ويكون في فقدان لكثير من المزارع والحيوانات وغيرها. هذا الفيديو أشعر بأنه واجب علي أسويه، لأنه السودانيين هم ليسوا فقط أشقاء لنا في دولة جنبنا، هم أخواننا. من يوم حنا أطفال عاشوا معانا في السعودية، درسونا، اشتغلنا معاهم، عملنا معاهم، حتى في مجال التصوير والإعلام كان لهم بصمة في حياتنا كبيرة جدا. تواصلنا مع أصدقائنا في السودان وطلبنا منهم يصورون لنا كثير من المقاطع، ويصورون لنا لقاءات للناس اللي مضرين في السودان في منطقة أم دوم ومنطقة المتمة. فصوروا لنا هذه الفيديوهات اللي متأكد أنها راح تحرك شيء داخلك، وبتشوف حجم الأثر على الأسر والعوائل السودانية. والله ديوانا فضيكم جماعة. أنا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة المغرب الفيضان ده جا ماشي بصورة رهيبة جدا، ماشي شوية شوية تدريجيا في المرق عربيته، وفي هسه عربات غرقان، والبيوت بعد شوية غرقت، الدبلوسيهات هسه البيوت كلها نحن مرقنا، ما عندنا أي حاجة شنو نقعد فيها. والله نسبة 70% من المنازل اتكسرت، لا في حمام ولا في موية شراب ولا في كهرباء، وعيش يا جماعة ماف، المخابز ذاتها واقفة بسبب الكهرباء، والله ما قادرين ناكل، ومحل يولعوا فيها نار عشان يعوزوا كسر ذات ما في والله، وهسه الباعوض والناموس، والله الحمد لله غايت. الحمد لله هسه نحن الآن 5 يوم جوا الموية، والله لا أكل يعني زي الناس ولا شراب، والناس الآن القعدة دي كلها والله مصابة بسكري وضغط، لا في غاسة جاتنا، لا في مشمعات جاتنا، لا في خيم جاتنا، والله الحمد لله لا في علاج، ولا الآن بنادول نحن ما عندنا، هسه الآن هذا دكان حقنا نحن وقع. وما في أي بضاعة، والله الحمد لله متضررين، لكن ما في أي حاجة جاتنا. الناس دي كلها مرقت من بيوت، العضة صعبان، عضة عقرب، دارين يجوا ناس يشوفوا الناس دي، ورسلوا لنا ناس يد أمينة يجيبوا لنا الناس اللي بدو الحياة المدعومة يجيبوها لنا في بيوتنا هنا، مش نحن نسكهم في الشوارع. والله نتمنى منه ويجي يشوفوا البيوت دي ويحصروا الأضرار دي يا جماعة، نحن والله دي بيوتنا مرقنا منها، قاعدين مع نسابتنا هنا، يعني وضع أحسن يضربونا بزخير ولا يجينا بحر زي ده كده وأنا جوزولي كيف معانا. هنا الليلة غرقانين لينا يوم ويومين وثلاثة وأربعة والليلة 5 يوم. نهنا بنفترش ننوم نقوم، رجينا وين؟ في الواطة. سكننا وين؟ في 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 في, في الموية دي. ما ممكن كل سنة احنا بيوتنا على الليل البيت أقل بيت ب 100 مليون ما بتبنيه. نحن البط أكلنا ده ممكن نقدر عليه، لكن اللي بيعوضنا منه في بيوتنا دي. أطفالنا الآن جوا الموية، والموية ملوثة. كلها حمامات الآن من دوم جنوب 500 منزل كلها انهارت في الأرض، والحمامات كلها السراصير مطفحة في الموية. يا جماعة تعالوا شوفوا بس الحاصل بعينكم، خلوكم عندكم رحمة، والله الحمد لله صابرين. يعني أقل حاجة، أقل مقومات الحياة، أنا الليلة هسي جايتي دي كده بشكل ده، أنا جاي مسعف ليزول، والله قبل طلعته بسرير، ها رأيك شنو لطغته صعبان، طلعناه بسرير. نهنا الساعة 5 طلعنا الزول ده مشينا به مستشفى شرق النيل، مستشفى شرق النيل نهنا عشان نتحصل لعلاج، قاعدين لساعة كاملة. إن شاء الله نواميس من الباعوضة والحشرات. هسه الآن الناس اللي قاعدين كله هنا ما في حمام واحد عشان يدخلوا فوقه، لا في موية شراب، لا في حمام، والناس الآن ذات محل يصلوا فيه ما عندهم. بس الآن أنا الحمد لله والله بيتي متضرر، لكن الحمد لله البنية واقفة، والله 5 حيط دي وقعت، وعندي دكان وعندي بيت وقع، وأنا الآن الحمد لله قاعدة في الشارع.
ما بقدر انا ادخل في بيته ولا اخط راسي فوقه. اما الشباب قاعدين نايمين فوق في الشمس ما في ولا ضل، الناس تقعد فوق البيوت كلها ملانه مويه جوا برا. تعالوا شوفوا الحاصل شنو، بس الحمد لله والله قاعد ما في زول بيجيب له حاجه لزول، لكن رب العالمين الحمد لله يلطفنا وشكرا. اها انا من الصباح مرقت ما عارف اولادي وضعهم شنو. اها والغرق ده بيغالي اكثر ما عارف ده يا داب انا شايل لهم فطور. اها يمكن انا اسوي لعل امشي القى جنامات ذاته. المزولين السنه الجايه ما عايزين ضرر زي دين، احنا بيوتنا انتهت. الدبلس اللي بكلف 80 مليون نحفره من وين؟ عطاله شغالين عرباتنا دي مجال غرقانه في البيت، هذه غرقت علي كده. عاصمة السودان هي ملتقى لنهرين اللي منها ينطلق نهر النيل اللي يعتبر هو أطول نهر في العالم، النيل الأزرق والنيل الأبيض، ثم تكون في نقطة التقاء ينطلق منها نهر النيل. وهذه المنطقة مقسمة إلى ثلاث مناطق اللي حنا وياك اليوم نسميها الخرطوم، ولكن أهل السودان عندهم تقسيمة مختلفة لهذه المنطقة لأنهم من أهلها ويعرفونها. في ثلاث مناطق أو خلنا نقول أربع مناطق، المنطقة الأولى مدينة الخرطوم، والمنطقة الثانية هي الخرطوم بحري، والثالثة اسمها أم درمان، وفي النص في جزيرة اسمها جزيرة توتي، وهذه تعتبر من أجمل المناطق اللي موجودة في السودان. نهر النيل هذا الطويل، طبعا هذه التفاصيل اللي بحكيها لك هي بتوضح لك تفاصيل الكارثة الطبيعية اللي قاعدة تصير الآن في السودان. نهر النيل يجي من نهرين الأزرق والأبيض، وهذول الأنهار الاثنين في لهم مراكز رئيسية تغذيهم. النيل الأبيض يجي من بحيرة فيكتوريا، والنيل الأزرق يجي من بحيرة اسمها تانا في أثيوبيا، فهذه البحيرات تغذي النهرين اللي صبون في نهر النيل. نهر النيل أو عند هذا الملتقى بالذات تكون فيه فيضانات سنوية، فتكون فيه مواسم أمطار في مناطق تغذي النهرين مثل هضبة الحبشة مثلا، وتجتمع في هذه النقطة حقة الالتقاء، فهنا يجي ماء كثير. لما توصل عند نقطة الالتقاء يكون الممر حق الموية الغزيرة اللي جاية من النهرين ضيقة اللي هي نهر النيل، فتصير في فيضانات فتنعدم المنطقة اللي حول هذه النقطة كلها. بداية موسم الفيضان دائما في بداية شهر أغسطس من كل عام، ويسمون هذه الفترة بداية السنة المائية، وتستمر لمدة 3 شهور. طبعا الهضبة الأثيوبية أو اللي تسمى هضبة الحبشة هي المصدر الرئيسي لهذا الفيضان، لأنه أكثر منطقة فيها غزارة مياه وغزارة أمطار، فكلها تصب وتتسبب في هذا الفيضان اللي موجود في السودان. هذه السنة وصل ارتفاع الماء إلى 17.43، وهذا الرقم حسب المصادر أنه ما جاء من 100 عام، فتعتبر هذه السنة للسودان هي سنة كارثة طبيعية كبيرة جدا. طبعا أعرف أنه أنا وياك شفنا صور كثيرة عن هذه الفيضانات، ولكن اللي لازم تعرفه أنه ليست فقط هذه المنطقة اللي تضررت اللي فيها التقاء النهرين، بل يوجد أكثر من 16 ولاية في السودان كلها تضررت. يوجد أكثر من 500,000 إنسان تضرر من هذا الفيضان. يوجد أكثر من 100,000 منزل في السودان تدمر بالكامل. الوكالات الحكومية أعلنت عن آخر رقم للناس اللي ماتوا من هذا الفيضان هو أكثر من 100 شخص. جزيرة توتي هذه اللي موجودة عند الملتقى اللي في النص تعد واحدة من أجمل الأماكن في السودان، منطقة خضراء فيها كثير من المزارع والفواكه، هي تعتبر من أكثر المناطق السياحية اللي موجودة في السودان. الآن تضرر الأغلب منها، ليست صالحة للعيش أبدا، طلعوا كل الناس اللي فيها. الأنباء السودانية ذكرت أنه في فيضان جاء عام 1946، هذا الفيضان لم يتجاوز 17.10 متر، وفي فيضان ثاني كذلك كان كبير في عام 1988 ولكن لم يتجاوز 17 متر، ولكن اليوم فيضان الخرطوم يسجل 17.43، لذلك صارت كل هذه الأضرار في هذه السنة. ولأن السودانيين إخواننا وأشقائنا، وأي ضرر عليهم كشعب هو ضرر علينا، مباشرة بادرت حكومتنا الرشيدة بمساعدات وإغاثة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من أول يوم حدثت فيه هذه الكارثة، وطلعوا بإغاثات هناك ووصلوها لبعض المناطق، وإن شاء الله قريب توصل لكل المناطق. سلمان إيش الملك سلمان النصر الناس من المياه ومن الغرق. كتر خيرك الملك سلمان وكتر خير ناسك جانا في مكاننا يا سلمان، جانا برحك كتر خيرك وبارك الله فيك وجزاك الله عند الله ألف خير، وربنا يوسع عليك وربنا يحفظ لك ناسك. ما أعرف وش الكلام اللي ممكن أهون فيه على أخواننا في السودان، لكن الله يرحم موتاكم ويعين من ابتلي في هذه الكارثة الطبيعية، وإن شاء الله تكون أموركم في المستقبل أحسن وأحسن، ونتمنى لكم السلام دائماً.